أكيد. خلونا نروح مشاهدينا لأخبار ومنوعات اليوم. أول خبر معنا من بريطانيا لزوجان بريطانيين حولوا بيتهم أو المطبخ إلى مطعم عشان يكسروا من ملل ابنيهما في المنزل، حيث لعبت الزوجة دور النادلة والزوج دور الشيف من أجل التخفيف من مرارة الحجر الذي يعيش فيه ابنهما نتيجة تفشي فيروس كورونا. صراحة مرة حبيت الفكرة، جميلة وممتعة في نفس الوقت، عيشوهم أجواء جميلة، أجواء كأنهم عايشين في مطعم مو في البيت أبدا، شايفين تحضير طاولة الطعام وهم جالسين وهي تأخذ طلبات الأكل، وطبعا الأب موجود في المطبخ ماخذ دور الشيف عشان يحضر لهم الوجبات اللي راح يأكلوها. نصيحتي لكل الأهالي يشوفون، حاولوا أنكم تجربوا نفس هذه الفكرة في المنزل، صدقوني راح تعيشوا الأجواء كأنكم في مطعم. إلى الهند. الهند مسوية سيارة كورونا، يا أخبار الهند يا جماعة. تدوب سيارة كورونا التي تتخذ شكل فيروس عملاق جدا شوارع جنوب الهند لنشر التوعية وحث السكان على ضرورة البقاء في المنازل لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد طبعا. وتنتقل السيارة اللي شايفينها، سيارة كورونا، في شوارع مدينة حيدرآباد المعروفة بشركات التكنولوجيا المنتشرة فيها. صراحة يعطيهم ألف عافية على هذه الفكرة، حلوة وممكن أنها يعني تنشر التوعية بطريقة جميلة أيضا لسكان الهند. وانتشر هذا الفيديو بشكل رهيب جدا. إلى برضو بريطانيا، نرجع لبريطانيا كذا، إلى شابان يحصلان على وجبتهم بطريقتهم الخاصة باستخدام حقيبة تسوق قابلة لإعادة الاستخدام. طبعا متدلية من شرفة المنزل راح نشوفها، شايفين من البلكونة. زوجين بريطانيين يحصلان على وجبتهم السريعة المفضلة ويراعيان في الوقت ذاته وجود مسافة اجتماعية آمنة زي ما انتم شايفين في هذا المقطع. ذكرني بالخبر اللي قلته قبل كم يوم عن برضو اللي مشتهي قهوة وراح أرسل طيارته درون عشان ياخذ فيها القهوة وهو في بيته. يعني راعى التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة وعدم الاختلاط بأحد، في نفس الوقت أدى الغرض أنه يأكل الوجبة اللي يفضلها في حياته. صراحة جوعانة، كلها أخبار عن الأكل. إلى زوجان أيضا يرتديان ملابس تاريخية يوميا أثناء التنزه. اعتاد الزوجين إيزابيلا ولوكاس ارتداء ملابسهم التاريخية الخاصة أثناء أدائهم للتمارين اليومية بالشارع. ليش؟ عندهم هذول طبعا متجر أزياء خاص بالملابس التاريخية، وبعد قرار العزل قفل هذا المتجر، فحاولوا أنهم يرفهوا عن السكان الموجودين ويستغلوا بنفس الوقت الأزياء الموجودة عندهم، فقرروا أنهم كل يوم يرتدوا زي تاريخي مختلف ويخرجوا للتنزه بغرض أكيد الترفيه عن الجيران الموجودين معاهم، وبنفس الوقت التجديد. يا جماعة التجديد شيء مهم، فحاولوا أنكم تجددوا في يومكم، تجربوا أشياء مختلفة أنكم تسووها في يومكم عشان بالنهاية ما تحسوا بالملل أو الفراغ. وصدقوني يعني هذه الأوقات اللي عايشينها اليوم في هذه الفترة بالتحديد راح تتمنوها تمني بعد الانتهاء من فيروس كورونا وبعد ما يروح وينتهي تماما هذا الوباء بإذن الله في القريب العاجل. وهذه كانت طبعا آخر أخبارنا لليوم. هروح معاكم فاصل قصير وراجعين، لا تروحوا بعيد.